ما تزال محافظة درعا تعيش أجواء توتر قد تنفجر في أي لحظة، رغم مساعي التهدئة المتواصلة منذ أيام، والتي لم تفلح حتى اللحظة بإيجاد حل نهائي ينهي معاناة الأهالي جراء الاشتباكات والحصار المفروض عليهم منذ 24 من حزيران الفائت. مصادر من داخل المدينة أكدت أن لجان التفاوض والوجهاء اتفقوا مع الوفد الروسي على تحديد موعد جديد لجلسة تفاوض أخرى يوم الأحد، يتبعها عدة لقاءات واتصالات بين الجانب الروسي واللجان للتباحث حول نقاط المقترح الروسي والاتفاق على إنهاء الوضع الحالي في درعا. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المقترح الروسي الذي يتوافق مع مطالب قوة الحكومة السورية يتضمن سحب السلاح من أيدي المواطنين في درعا وطرد العناصر المطلوبة إلى الشمال السوري ودخول قوة عسكرية إلى مراكز المدن والبلدات مقابل وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري على درعا. ميدانياً، فقد مدنيون حياته جراء قصف قوة الحكومة بالأسلحة الثقيلة لأحياء سكنية في درعا البلد، فيما تسبب قصف القوات الحكومية بقذائف الهاون على مدينة جاسم بريف درعا الشمالي بإصابة 3 مدنيين آخرين بجروح متفاوتة. كما هاجم مسلحون محليون مواقع لقوات الحكومة في حاجز السوق ومبنى البريد في مدينة الصنمين، فيما قصفت قوات الحكومة والفرقة التاسعة الحي الغربي في المدينة دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى مدنيين. في هذه الأثناء قصفت قوات الحكومة بقذائف الهون والدبابات مناطق في أحياء درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد ومدينة جاسم دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.